شفنا بيراميدز بعيد تماما، شفنا نادي صابر يمكن اشدنا بيه كتير جدا في فترات، لكن بعيد تماما عن مستواه. النهارده لم يدير المباراه باي شكل من الاشكال في اي وقت من الاوقات، وعنده اثنين من اللعيبه الكبار على دكه البدلاء، عبد الله السعيد وجون انتوي، وكان ممكن يغيروا نتيجه اي مباراه، محتفظ بيهم لحد ما المباراه فلتت منه. اداء كان صعب جدا، كان خايف من نادي الزمالك بشكل كبير جدا، اداء لا يرتقي بكميه النجوم الموجوده في بيراميدز. بص، عايز اقول لك على حاجه. انت زي ما انت قلت في جزء كبير، وهو يمكن لصبر قال ده، قال ان انا اسال عن الهزيمه النهارده امام نادي الزمالك. خلينا نقول نادي الزمالك قدم مباراه، ندي نادي الزمالك حقه في الاول. نادي الزمالك قدم مباراه قويه جدا، في عنده مجموعه لعيبه بتقدر ان هي تحول الدفه تماما ليهم. نادي الزمالك لو استعاد الثقه تاني اعتقد هيبقى ليه دور كبير موجود ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. بالنسبه لدي صابر هو يسال عن النتيجه النهارده، يعني لان انا شايف ان هو ادى المبادره لنادي الزمالك، ادى المبادره لان انت عارف يعني انت كده راكب عربيه من غير موتور، يعني انت عملت كل حاجه وقفلت الملعب، بس انت ما عندكش قدام، انت معكش انطوي، ما ينفعش ما تبداش بيه الماتش. يعني اي مدرب في العالم لازم يكون في عنده بيامن تامين، عنده نص الملعب ده بيامن بيه، بس كمان هو كمان عنده الجزء الامامي، لان كره القدم هي مكسب. يعني كره القدم انت في الاول وفي الاخر بتترجم لكل اللي انت بتعمله ده الاهداف. انت ما عندكش حد، انت اعتمدت على جون انتوي، واعتمدت على محمد فاروق، واعتمدت على اسلام عيسى، الثلاثه كمان يعني لا ما بيجدوش الحته اللي هي الاسترايكر الصريح اللي هو لازم يكون عندك فاروق، حتى ولو امكانياته ضعيف، بس لازم يكون حد حافظ المكان ده. هو ما كانش عنده حد بالشكل ده، وانا شايف ان هو خطا كبير جدا 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 منه ان هو بدا بالشكل ده. انا شايف ان هو يعني ادى للنادي الزمالك، يعني هو نازل بيقول لهم ان انا فعلا خايف منكم، يعني ده احساس، وصل احساس لعيبه نادي الزمالك ان احنا نازلين نامن قدامكم.